عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر الله المحرم من عام 41 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ودرس هذا اليوم في تفسير الآيات المباركات من خواتيم سورة الواقعة من آية 88 إلى آخر السورة. ذاكرين مناسبة هذه الآيات لما قبلها وبيان ألفاظها ومفرداتها ومعانيها وشرحها وذكر شيء من أوجه القراءات فيها وأيضاً هداياتها والفوائد منها. فعلى بركة الله، الآيات من قوله سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها، تلاحظون أن المقطع الأخير من سورة الواقعة بدأ بالقسم بمواقع النجوم، ثم ذكر منة الله جل وعلا على الناس بإنزال هذا القرآن: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ثم خاطب الناس في قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعدها ذكر الآيات التي فيها ختام أحوال الناس: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذه الآيات في بيان حال الإنسان في أواخر حياته وعمره. بعد ذلك يناسب أن تأتي الثمرة بعد الاحتضار وبعد الموت، يكون البعث، وينقسم الناس في ذلك الموقف العظيم وقبله حتى في الاحتضار إلى ثلاثة أقسام: مقربون وأصحاب يمين ومكذبون ضالون والعياذ بالله. فذكر أحوال الناس ودرجاتهم ومراتبهم لكي تكون دعوة إلى اغتنام الإنسان عمره في آخر حياته. فالأعمال بالخواتيم، وساعة الاحتضار ساعة عظيمة وخطيرة لا ينجو من خطورتها إلا المقربون وإلا أصحاب اليمين، وأما المكذبون الضالون والعياذ بالله فإن خاتمتهم خاتمة السوء، ومبعثهم مبعث السوء، وختامهم النار وبئس القرار عياذا بالله من سخطه وأليم عقابه. إذن تبين لنا من خلال هذا العرض
مناسبة هذه الآيات لما قبلها، وأنها كالثمرة لما يحدث من مواقف الختام وساعة الاحتضار، فالناس في ذلك على ثلاث مراتب. أولاً المقربون، المقربون هؤلاء درجة عالية سامقة. المقربون، المقربون إلى الله جل وعلا، إلى ملائكته، إلى جنته ورضوانه. من هم المقربون؟ المقربون من يقومون بفعل الأركان والواجبات والمستحبات، ويحاذرون المحرمات والكبائر، بل والمكروهات، بل بعض المباحات، خشية الوقوع في الحرام. هؤلاء درجة عظيمة عالية، ولهذا المؤمن ينبغي أن يطمح إلى هذه الدرجة العالية، لأنها قمة الرضا، وقيامه بعمله في هذه الحياة على الوجه المطلوب. وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم في سورة فاطر: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإذا كيف تصل إلى درجة المقربين؟ بالاعتقاد الصحيح، بالتوحيد الخالص لله، بالإيمان والإخلاص، بالقيام بالعبادات والواجبات والمستحبات في منافسة في الخيرات. لا يتقاعس المقرب، لا يتكاس ولا يثبطه الشيطان، بل حتى اجتنابه للمحرمات والمكروهات وشيء من المباحات ابتغاء رضوان الله عز وجل. بعد أن ذكر حال المحتضرين في الدنيا أردفها بذكر حالهم في الاحتضار وبعد الوفاة، وقد نص الحافظ ابن كثير رحمه الله على أن هذه المراتب في حالة الاحتضار، وما بعد الاحتضار فهو تابع له، يعني ما بعد الوفاة الناس يبعثون على ما ماتوا عليه، والأعمال بالخواتيم. إذن قسمهم ثلاثة أزواج: وكنتم أزواجا ثلاثة، وذكر السابقين والمقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين. فأما، بدأ يفصل الآن، فأما إن كان الإنسان المحتضر المتوفى من المقربين، أي من الذين قربهم الله عز وجل إلى جواره في جناته لفعل الأوامر واجتناب الزواجر، وهو أعلى وأجل وأرفع تلك الأزواج الثلاثة، وهي مرتبة ينبغي أن يتطلع لها المشمرون الجادون الحازمون الحريصون في دنياهم على المسارعة إلى الخيرات، وهو مقتضى الآيات التي فيها المسابقة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فاستبقوا الخيرات، والسابقون السابقون. ثم ذكر جزاءه ونتيجته وما يجدونه ويلقونه من أثر هذا التسابق في الخيرات. المقربون جزاؤهم روح وريحان وجنة نعيم. الروح، الروح هو الاستراحة والطمأنينة والهناء، هذا يقال له الروح. وريحان، الريحان اختلف أهل العلم في بيان المراد به، قيل إنه الريحان المعروف، وهذا أيضا نوع من الجزاء،
لكن روح ريحان الآخرة ليس كريحان الدنيا. وذكر أنه أيضا من كلام بعض المفسرين أنه كناية عن الرزق الواسع من عند الله تبارك وتعالى. ومع الروح والريحان الخلد في جنات النعيم، وهذه درجة أيضا عظيمة. جنات النعيم، الجنة في اللغة هي البستان، والنعيم ما فيها من التنعم الذي ليس في غيرها. فتبشر الملائكة المقربين بروح وريحان وجنة نعيم. وقد جاء ذلك في حديث البراء بن عازب في السنة الكريمة ومشكاتها العظيمة، في الملائكة، ملائكة الرحمة الذين يقبضون روح الإنسان ويقولون: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم والحاضرين والسامعين ووالدينا من المقربين بمنه وكرمه، وممن يقال له أخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ماذا يريد الإنسان بعد هذا الجزاء العظيم الذي هو نتيجة ثمرة جهده وعمله الصالح في حياته؟ قوله تعالى: فروح، اختلف القراءة أو القراء، يجوز الوجهان في القراءة بها. فقرئ وهو قراءة الجمهور بفتح الراء، فروح، والمعنى على هذه القراءة الراحة، طمأنينة، الهناء، الاستراحة من نكد الدنيا. وهذا هو شأن المؤمن، المؤمن في هذه الدنيا في نكد وفي كبد وفي كرب وفي مصائب وابتلاءات، فيخرج من دار النصب إلى دار النعيم المقيم. وقال الحسن: الروح الرحمة. الحسن البصري رحمه الله قال: الروح الرحمة. وقال مجاهد: الروح الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا كما قلت مترتب على جهد، جزاء بما كنتم تعملون، وفوق ذلك رحمة أرحم الراحمين. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة والحسن وقتادة: فروح بضم الراء. والمراد بهذه القراءة الروح أيضا الحياة، لأن الروح هي مادة الحياة. وقيل الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم. وبهذا يتبين معنى قوله فروح والقراءات الواردة فيها، وأيضا بيان معانيها. وأما الريحان فقد اختلف المفسرون في معناه، منهم من قال إن الريحان النبات المعروف ذو الرائحة الزكية، وهي كناية عن الرضا والقبول وطيب الحياة لطيب هذه الرائحة. وقيل الريحان الرزق، قاله مجاهد وسعيد ابن جبير ومقاتل ابن سليمان. قال قتادة: والربيع هذا عند الموت، والجنة مخبوءة إلى أن يبعث.
هذا هو الزوج الأول والقسم الأول، المرتبة الأولى التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم بعد ذلك الحالة الثانية، أصحاب اليمين. أصحاب اليمين هؤلاء مؤمنون كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أصحاب اليمين هو المقتصد المؤمن الذي يعمل الواجبات وقد يفعل شيء من المستحبات، يجتنب المحرمات وقد يقع في شيء من المكروهات، حال كثير من أهل الإيمان الذين يقصرون. ومع هذا فضل الله على هؤلاء لاعتقادهم وإيمانهم وحرصهم ونيتهم جعلهم من أصحاب اليمين، يعني يأخذون كتبهم بأيمانهم. هذه المرتبة الثانية، لكنهم لم يصلوا إلى درجة السابقين والمقربين، وإنما هم في الدرجة الثانية. أصحاب اليمين النتيجة: فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني عليهم السلام والأمن والأمان والاطمئنان. ثم ذكر: وأما، الواو العاطفة أيضا، أما هنا لبيان التفصيل في أحوال الناس. إن كان المتوفى، فأما إن كان المتوفى من أصحاب اليمين، عبر عن السابقين بالمقربين لكونه أجل أوصافهم، وعبر عن أصحاب اليمين بأنهم أصحاب اليمين، يخرج أصحاب الشمال وهم المكذبون الضالون. إذ لم يذكر لهم فيما سبق وصف وصفهم بأنهم أصحاب اليمين، وهذا ينبئ عن شأنهم، سواء كما ذكر للفريقين الآخرين، لأنه ذكر في صدر السورة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم ذكر النوع الآخر. الآن قسمهم في ختامها إلى ثلاثة مراتب، والمرتبة الثانية هي مرتبة أهل اليمين. نتيجتهم، أثرهم، جزاؤهم: سلام. فسلام لك، أي تبشره الملائكة بالسلام وتقول لهم: سلام عليكم. إذا دخلوا الجنة سلام، قبل دخول الجنة وعند دخول الجنة يقابلون بالسلام. سلام لك يا صاحب اليمين، أن كنت من أصحاب اليمين، لم تبلغ درجة المقربين فتنال الروح والريحان والرضا والقرب من رب العالمين، لكنك مع ذلك حافظت على مرتبة الإيمان، ويبقى كماله عند المقربين. أما أصحاب اليمين فهؤلاء أخذوا منه حظا وافرا، وفي مجال العبادات كذلك. يمكن مثلا يصلي حافظ على الفريضة، لكن قد يكون مقصر في الرواتب مثلا، في قيام الليل، في التبكير للصلاة، في أنه يتساهل أحيانا في بعض الصلاة، لكنه على إيمان بها وأنها ركن من أركان الإسلام. سلام لك، إما هذا السلام من الله عز وجل، وإما من الملائكة، وإما من إخوانك أهل اليمين. ولهذا قال: فسلام لك من أصحاب اليمين، دل على أنها أيضا أقرب إلى أن تكون من كانوا معك في هذه المرتبة، يسلمون عليك عند الموت وبعده، فتكون الإشارة بالسلام إلى أنه من أهل الجنة. وهذه أيضا غاية المنى، أن
يصل الإنسان إلى دخول الجنان، لكن الجنان مراتب ودرجات يصلها الناس على حسب أعمالهم. هذا النوع الثاني، وهو عامة المسلمين، لأن أصحاب الدرجة الأولى أصحاب الهمم العالية، أصحاب الهمم المتنافسة في مجال الإيمان والعمل الصالح والعبادات والسلامة من كل المحرمات والمكروهات، بل حتى بعض التوسع في المباحات. الصنف الثالث المكذبون الضالون، عافانا الله وإياكم منهم. المكذبون من التكذيب، يخرج المصدقين. هؤلاء والعياذ بالله كذبوا بالحق، كذبوا بالحق وهو الإسلام، القرآن، البعثة والرسالة، وكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى، فجمعوا بين سوءتين، التكذيب والضلال والعياذ بالله عن الهدى. وهم أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمالهم، عبر عنهم بذلك حينما وصفهم في صدر السورة، وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال، بل في وسطها حينما قال في سموم وحميم وظل من يحموم. وهنا قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، ذما لهم بذلك وإشعارا بسبب ما ابتلوا به من العذاب، وهو تكذيب البعث ونحوه. هؤلاء المكذبون الكفرة، الكافرون، لأن أصحاب اليمين على مذهب أهل السنة والجماعة أنه يدخل فيهم عصاة المؤمنين، يدخل فيهم عصاة المؤمنين، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. ما نتيجة هؤلاء الزوج الثالث والمرتبة الثالثة، وهم المكذبون الضالون الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى؟ وأما إن كان من المكذبين الضالين، شوف كيف الترتيب الجميل، تكذيب أول، فحصل بالتكذيب الضلال، كذبوا فضلوا، كذبوا بالحق فضلوا عن الهدى. لهم والعياذ بالله نزل، نزل ضيافة، لكنها ضيافة من نوع آخر. لهذا التعبير ترى في المكان اللي ينزل فيه الإنسان أي يسمى نزل، الفندق نزل، الأماكن نزل، وتختلف عاد المنازل. فلها لهم نزل كائن، لهم نزل، نزل كائن لهم، لكنه العياذ بالله من حميم، والحميم الماء الحار الذي يشرب بعد أن يأكلوا الزقوم كما فصل من قبل. وهذا جزاء المكذب الذي استبانت له النصوص والآيات البينات والحق، ومع ذلك كذب. ولا أخطر من أن يصل الإنسان إلى تكذيب رب العالمين والزراية والاستهزاء بما جاء به من الحق، أو ازدراء الرسول صلى الله عليه وسلم بترك سنته والتكذيب بها والانسياق وراء موجات الضلال وتصلية جحيم، تصلية يصلى يدخلها، وقيل الإقامة فيها والخلود، وهذا على حسب منازل هؤلاء المكذبين والضالين، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار. نعم، وقيل إقامة فيها ومقاسات لأنواع عذابها، وقيل إن ذلك ما يوجد أو يجدونه في القبر من عذاب القبر وسموم النار ودخانها،
وهو مصدر مضاف إلى المفعول يعني التقدير، فيقدم لهم نزول. وأما إن كان من الكذبين الضالين فيقدم لهم نزل، وهو ماء من حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، ويدخل في النار التي تغمره من جميع جهات نتيجة تكذيبه. فالحذر الحذر من أن يصل الإنسان إلى هذا الدرك والعياذ بالله. شوف سبحان الله، هذه المراتب وهذه فرصتك أيها العبد في الدنيا، إما من المقربين، إما من أصحاب اليمين، إما من المكذبين الضالين والعياذ بالله. فهي دعوة إلى الأهل الإيمان أن يسلكوا طريق المقربين. نزول، اختلف القراء في قراءة نزل، فقرأ الجمهور بالضم في الثلاث نزول، وتصلية أيضا عطف على نزول وتصلية جحيم رفعا عطفا على فنزول. وقرأ قرأ بها أبو عمرو البصري بالجر والخفض معطوفا على فنزل من حميم وتصلية جحيم، أي فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذه قراءة أبي عمرو خلافا لقراءة الجمهور. هذه المراتب الثلاثة وهي نتيجة السياق كله من أول السورة إذا وقعت الواقعة، وتقرير عقيدة البعث بعد الموت واليوم الآخر وأقسام الناس وأصحاب اليمين والشمال وقبلهم السابقون. فختمت هذه الآية بأن يرد عجوزها إلى صدرها وسياقاتها وثنائها أو ثناياها وعطفها أو أعطافها، كل ذلك جمع في هذه النتيجة الأخيرة. ثم جاء الختم: إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا، جاءت إن المؤكدة وهذا اسم الإشارة، وذا لا هو، شوف كيف المؤكدات كلها فعلا لتأكيد هذا الخبر. لما قضى الإخبار بتقسيم أحوالهم وما آل إليه كل قسم منهم أكد ذلك بقوله: إن هذا لا هو حق اليقين. خمس مؤكدات. إن هذا، واختلف المفسرون بهذا، منهم من أخذها على عمومها يعني كل ما سبق في السورة. إن هذا القرآن، هذه السورة، أمر البعث، الرسالة، قيام الأدلة، تقسيم الناس إلى هذه المراتب الثلاث، لهو حق اليقين. اليقين القطع، وش يخرج؟ يخرج الظن، ويخرج الوهم، ويخرج الشك، وأيضا يخرج الجهل، لأن اليقين هو العلم. يخرج خمسة أمور: الجهل، عدم العلم بالكلية، وبعده يأتي الوهم، إدراك الشيء المرجوح، وبعده أيضا الظن، تساوي أو الشك، تساوي الأمرين، والظن قد يكون المرتبة الرابعة في درجات العلم، وهو إدراك الشيء الراجح. فالحق هنا معناه أن ما سواه هو الباطل، وليس فقط يقين
بل حق اليقين، لأن مراتب اليقين ثلاثة، مراتب اليقين ثلاثة وكلها مذكورة في القرآن، اثنتين منها في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. العلم أول درجة في اليقين، الدرجة اللي بعده كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. درجة الثانية، لأن الإنسان قد يشكك في عيونها أحيانا، جيها زغلة له ولا شيء من هذا، عين اليقين. ولهذا حتى في الشهادات وفي الجرائم ترى أحيانا ما يحكم بمجرد العلم ولا بالعين، قد يكذب عينه، ولهذا القاضي حتى لو رأى وعرف القاضي لا يقضي بعلمه، وإنما يقضي من خلال البينات. إذن الدرجة الأولى وهي الأقوى، أو تكون الثالثة على حسب الترقي، بدءا من الأقل العلم ثم العين ثم الحق، يعني ما فيه أعظم يقين من هذا، إن هذا لهو حق اليقين، حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، يخرج الشك الظن الوهم عدم اليقين، لتضافر الأدلة القطعية عليه، لأنه مشاهد رأي العين وزيادة، يعني قد يرى بعينه لكنه أيضا إذا أمعن النظر وصل إلى درجة من الحق الذي لا مرية فيه، كأنه مشاهد رأي العين. إن هذا لهو حق اليقين، يعني هذا الخبر حق اليقين، والتقدير حق الأمر اليقين أو حق الخبر اليقين، هذا هو التقدير على مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيرون أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، أي ما حاجة إلى تقدير، يعني محض اليقين، محض اليقين، خالص اليقين. قال المبرد رحمه الله: هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين. والقاعدة اللغوية أن إذا لم نحتج إلى التقدير فيبقى السياق على تمامه، لكن مذهب البصريين على زيادة البيان والتأكيد للسياق. الختام سبح، يا سلام، شوف التسبيح هذا له مكانة عظيمة في حياة الإنسان. أولا يأتي في العبادات، ويأتي على سبيل الأصل، ويأتي في الابتداء، ويأتي في الأثناء، ويأتي في الختام، يأتي في حياة الإنسان كلها. الإنسان مسبح، بل الكون كله مسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. ولهذا التسبيح دليل التعظيم لله، فاحرص أخي المسلم على كثرة التسبيح، ما كان شيء أكثر في نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسبيح، الاستغفار: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، عظيمتان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. ومن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر وختمها بلا إله إلا الله غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، كم الناس يفرطون في التسبيح.
والتسبيح أيضا تنزيه لله عز وجل، وهو أيضا خروج عن تقصير الإنسان الذي يعظم ربه، يبين عجزه أمام عظمة الله تبارك وتعالى. فلما ذكر التقسيم أمر بالتسبيح، وهو تنزيه الله جل وعلا والإقبال عليه والإقبال على عبادة الله. يقول مثلا يقرأها المصلي فسبح باسم ربك العظيم، ويأتي ذلك في الركوع، الله أكبر سبحان ربي العظيم، تطبيق فوري ومباشر. ولهذا في حديث عقبة بن عامر الجهني لما نزلت سبحان ربي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وأيضا هنا التسبيح مطابق لخلاف ما عليه المكذبون الضالون، يأتي هنا تسبيح الله تنزيهه عما وصفه به المكذبون الضالون من تكذيبهم بالحق وضلالهم عن الهدى. سبحان الله، كيف إن هذا الأمر خاطئ وخطير وعظيم. فسبح باسم ربك العظيم. ولهذا الإنسان في مجالس اللغو وإذا حصل أي شيء يحث على التسبيح، وإذا شفت ناس يغتابون وبدأوا يشذبون في المسلمين قل لهم سبحوا سبحوا، يعني أشغلوا أنفسكم بالخير. ولو أن كل إنسان رفع شعار التسبيح ما لقيت مجالس اللغو، ولا القيل ولا القال ولا الغيبة ولا النميمة ولا التكذيب. فالتسبيح درجة عظيمة يستفيد منها العبد، وهي أيضا مقام الإجلال لله تبارك وتعالى. فسبح يا محمد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثير التسبيح، لا أحد يعد له كتسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، ومع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا لم يتوانى في التسبيح تعظيما لله، وأيضا توبة واستغفارا مما قد يلحق الإنسان من التقصير. فإما أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم سبح يا محمد، أو أيها القارئ للقرآن المخاطب أيا كان، أكثر من التسبيح فسبح أيها المخاطب باسم ربك العظيم، أي نزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بشأنه حال كونك متلبسا بالتسبيح. فهي إذن جملة حالية، أي باسم ربك العظيم، وصفه أيضا بهذا الوصف العظيم. وهل الوصف للتسبيح سبح تسبيحا عظيما أو لله عز وجل؟ الأقرب أن يكون لله، لأنها أقرب مذكور. فسبح باسم ربك العظيم. ويجوز أن يكون التسبيح أن يكون عائدا إلى التسبيح، أن يكون تسبيحك عظيما يراعى فيه تعظيم الله، ليس كلاما على اللسان، وأيضا إجلالا لله تبارك وتعالى بذكره ونيل البركة منه. وقيل المعنى تصلي بذكر ربك أي بالقرآن، فالباء متعلقة بمحذوف، والمراد ذكر ربك. وقيل وهو قول ضعيف إن الباء زائدة، وكما تعرفون القاعدة أنه ليس في القرآن زوائد، القرآن أنزله الله عز وجل كله لدلالة لفظا ومعنى. فتعبير بعض المفسرين أو اللغويين أو النحاة إنها زائدة في شيء من التساهل، لكن يقال مؤكدة، يقال مثلا إن الباء هنا مؤكدة
ليكون لها معنى، أما الزائد لا معنى له. والاسم بمعنى الذات، فسبح باسم ربك العظيم أي ذاته. وقيل هي للتعدية، لأن سبح يتعدى تارة بنفسه سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بحرف الجر فسبح باسم ربك العظيم. والقول الأول فيما ذكرناه أولى من كونها زائدة. والعظيم يجوز أن يكون صفة للاسم، ويجوز أن يكون صفة لله، لأن كل منهما مجرور وهو الأولى أن يكون صفة لربك. والفاء في قوله فسبح للترتيب، للترتيب مع التعقيب، يعني بعد ما حصل ذلك التقسيم فسبح، وبعدما حصل ذكر المكذبين الضالين الذين ما نزهوا الله عز وجل وما عظموه حق تعظيمه سبح لترتيب التسبيح أو الأمر به على ما قبلها. فإن حق ما فصل في تضاعيف السورة وثناياها يوجب تنزيه الله عز وجل. فهل نزه الله من أشرك به؟ هل نزه الله من عصاه؟ هل نزه الله من وقع في المحرمات وترك الواجبات؟ فعليك يا عبد الله الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق به، لا سيما الشرك والبدع والمحدثات والمخالفات والمحرمات والتكذيب بآيات الله جل وعلا في القول أو الفعل. وقال أبو عثمان فسبح شكرا، شوف كيف التسبيح يأتي شكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. التسبيح هو الشكر، والشكر نوع من التسبيح، وهو أيضا شكر عملي لما وفقنا أمتك إليك إليه من التمسك بسنتك. والمعنى أي فبعد أن استبان لك الحق وظهر لك اليقين نزه ربك عما لا يليق به مما ينسبه الكفار إليه تبارك وتعالى رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا. فسبح هذا أمر ولا لا؟ والأمر للوجوب، القاعدة الأصولية المعروفة أن الأمر للوجوب، ولهذا اختلف أهل العلم في حكم التسبيح في الصلاة وحتى خارجها، لكن لما قال فسبح باسم ربك العظيم وقال النبي اجعلوها في ركوعكم، ما حكم التسبيح في الركوع بالتعظيم لله عز وجل؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ذلك واجب من واجبات الصلاة، تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسجد لتركه سهوا، والواجب عنده مرة واحدة، سبح بالركوع مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وكلما زدت فهو خير لك، كلما زدت فهو أفضل، إلا في حق الإمام، الإمام عليه يخفف على الناس. لكن إذا صلى الإنسان لنفسه فليطل الركوع ما شاء أو حتى في قيام الليل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو القول الثاني وهو أيضا مذهب للشافعي أن التسبيح سنة، فإن أتى به فهو أفضل، وإن لم يأتي به فإن الإمام يتحمله ولا تبطل صلاته. والغريب من مذهب مالك رحمه الله وهو القول الثالث أنه يرى كراهة لزومه حتى لا يظن أنه واجب، مثل ما كره رحمه الله الاستمرار على صيام الست حتى لا يظن أنه واجب، وهذا ملحظ عند الإمام مالك رحمه الله. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا ديدن المسلم الواعي الحريص على أن يكون لسانه رطبا بذكر الله. والتسبيح أيضا رفعة في الحسنات، زيادة مضاعفة للدرجات والحسنات، رفعة في الدرجات ومضاعفة في الحسنات، وتكفير للسيئات. كل تسبيحة تلغي سيئة وترفع درجة، كل تسبيحة غرس في الجنة لك نخل. وفي حديث إبراهيم عليه السلام في حديث الإسراء، ارجع إلى أمتك وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أغرس النخل في الجنة تستظل بها إن شاء الله بعملك الصالح يوم تبعث ويوم تدخل جنات النعيم وتتمتع بثماره. ما أعظم الغفلة عن التسبيح وأن يكون لسانك رطب بذكر الله عز وجل في البيت، في المجالس، في السيارة، في العمل، بالذات حينما يكثر النقاش أو الجدل أو اللغو أو القيل والقال، لا تفتر أن تأتي بالتسبيح والاستغفار. فسبح باسم ربك العظيم، فيه أجر لك وفيه ثناء على الله وتنزيهه، وفيه اتباع للسنة، وفيه أيضا انعتاق عن التقصير والغفلة التي يقع فيها الناس بطبيعتهم، لا سيما مع الشهوات اليوم والشبهات. إذا من هداية هذه الآيات ذكر مراتب الناس عند الاحتضار وبعد الوفاة. باب فضل السابقين والمقربين، مكانة أهل اليمين وإن كانوا أقل من المقربين. خطورة التكذيب والضلال عن الهدى، مشروعية التسبيح والإكثار منه وهو من الكلم الطيب. هذا شيء من هدايات هذه الآيات، بهذا تتم سورة الواقعة. الحديث، لا زلنا في حديث عائشة رضي الله عنها الأول في باب المواقيت من كتاب الصلاة في عمدة الأحكام. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس، ويخرج نساء من المؤمنات من المسجد من الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث ذكرنا مسائله الفقهية، وفيه قواعد ومسائل أصولية، وهنا ألفت نظر طلبة العلم إلى أهمية التقعيد والتأصيل والعناية بعلم القواعد وعلم أصول الفقه. قواعد الفقه وعلم أصول الفقه، هذه من الأمور المهمة التي يحتاجها الفقيه في تنزيل الأحكام عليها. فإذا كان مثلا عندك قاعدة لا عمل إلا بنية، أو قاعدة الأمور بمقاصدها، خلاص تقيس عليها آلاف الفروع الفقهية. تجيك مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، كل هالمشككين والموسوسين، واللي يجيك يقول لك صليت الظهر ثلاث، ولا يقول طفت ست أو سبع، ما أدري، على طول اليقين لا يزول بالشك. قاعد مثلا قاعدة الضرر يزال، قاعدة العادة محكمة، وهكذا من القواعد. هنا في قواعد أصولية مثل قاعدة الأمر للوجوب، النهي للتحريم. في حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس، بعض المسائل والقواعد الأصولية التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم. منها الأخذ بظاهر القرآن والسنة، والأخذ بالظاهر مقدم على المعارض. تسير في أخذ الأحكام على ظواهر النصوص وعموماتها، ولا تنظر إلى معارضاتها، لأن من قواعد الترجيح عند الأصوليين أن يكون أحد الخبرين موافقا لظاهر القرآن والسنة.
ممتاز. وش المسألة الفقهية اللي بننزلها على القاعدة؟ كان يصلي الفجر بغلس، وعندنا حديث رافع بن خديج كان يسفر بالفجر. حديث عائشة، حديث عائشة موافق لظاهر القرآن والسنة، وعليه دوام حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة أبصر الناس بسنته، ولا ينافي أنه كان يسفر. فإذا القاعدة إن أحد الخبرين إذا وافق ظاهر القرآن والسنة فإنه يقدم، فيقدم حديث عائشة هنا لسيره على مقتضى ظواهر القرآن ودوام الحال من السنة، أو على الأقل الاستمرار أو أكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من الدلائل أيهما أقرب لظاهر القرآن والسنة؟ حديث عائشة الأمر بالتغليس، وهو المبادرة، صلي في أول الوقت ولا تصلي في آخره. حديث المبادرة بادروا بالأعمال، آية سابقوا وسارعوا وعجلت إليك ربي لترضى وأقم الصلاة لذكري. حديث عائشة في التغليس أقرب ولا الحديث الآخر؟ حديث عائشة، لأن الأمر الصلاة بالتغليس يعني في أول الوقت بغلس، لازال الناس بليل لم يستبينوا الإسفار بعد. حافظوا على الصلوات، كل هذا دليل على ترجيح حديث عائشة على غيره من الأحاديث، وهذا أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منه في ترجيح النصوص عنده، وحتى من قواعد الترجيح عند الأصوليين أن يأخذ بهذه القاعدة. تقول ما أقربها إلى ظواهر القرآن والسنة وإلى الأمر بالمسارعة والمسابقة، فتأخذ بالأحاديث التي تأمر بالمسابقة والمسارعة وتقدمها على أحاديث التأخير، لأن فيها أيضا براءة الذمة. هذه مسألة مهمة أصولية وقاعدة مهمة. من المسائل الأصولية أيضا والحديثية الأخذ بقاعدة الإقرار، السنة قول وفعل وتقرير، والتقرير نوعان، تقرير حصل بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه، وتقرير آخر يسميه العلماء تقرير حكمي، الأول تقرير حقيقي والثاني تقرير حكمي، هو أن يعرف الخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو يبلغه فيقره وإن لم يكن ذلك في مجلسه. أيهما يقدم، التقرير الحكمي ولا التقرير الحقيقي؟ التقرير الحقيقي قطعا، لأنه في معاينة النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى علمه واطلاعه ينقسم إلى إقرار حقيقي عيني مشاهد عنده، وأيضا إقرار على علم حكمي بلغه، وكلا الإقرارين حجة. أما الأول فباتفاق أهل العلم، وأما الإقرار الحقيقي الحكمي فقد اختلف الفقهاء والأصوليون والمحدثون فيه، والراجح والله أعلم أنه معتبر، لأنه لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقر على خطأ، ومهما بلغه فإنه يبين الحكم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المسألة الثالثة، حضور النساء للمسجد، هل هو إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ولهذا قالت عائشة كان يصلي الفجر بغلس وكان نساء من المؤمنات يحضرن، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بحضورهن، وهذا إقرار منه لصلاة المرأة في المسجد، ولهذا لا يجوز أن تمنع المرأة من الصلاة في المسجد. لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن بيوتهم
خير لهن وليخرجن تفيلات. نعم. وقد اختلف أهل العلم في التقرير الحكم على قولين، أنه حجة وهو قول الجمهور، والقول الثاني أنه ليس بحجة، والأول أظهر. مسألة، تقول عائشة في الحديث وكان نساء، طب هي عائشة الآن تقرر حكم، وكان نساء من المؤمنات يحضرن صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قول الصحابي كانوا يفعلون أو كنا نفعل، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذه من المسائل الأصولية التي يبحثها الأصوليون في أصول التشريع ومصادر التشريع. قول الصحابي هل هو بحجة؟ كنا نفعل، كانوا يفعلون، الفعل المضارع كانوا، هل أولا يدل على التكرار والاستمرار أو يدل على المرة؟ أيضا خلاف للأصولين على ثلاثة أقوال. كانوا يفعلون، الجمهور على أنه يفيد التكرار لغة، كما تقول مثلا كان أبي يحضر البيت دائما، خلاص معناه أن هذا يفيد التكرار، ولو ما قلت دائما أو تكرارا أو في كل يوم، أو تقول كان فلان يحضر إلى الحرم مثلا، معناه كثير التكرار لهذا الفعل. القول الثاني أنه لا يقتضي التكرار لا في اللغة ولا في العرف، وهو قول الفخر الرازي والإسنوي، ورجحه النووي وابن السبكي، ولا يقتضي التكرار. ليه؟ وش الدليل؟ لأنه قد يأتي كانوا يفعلون وهو مرة واحدة. مثال حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي يفعل، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، وهي ما فعلته إلا مرة واحدة، ولا لا؟ النبي كم حج من مرة؟ مرة واحدة. هذا دليل أصحاب القول الثاني. أيضا تأتي كان يعني أحيانا لعدم التكرار، فتكون مرة واحدة. قول الثالث أنه يفيد التكرار لكنه من باب العرف وليس من باب اللغة، وهو قول عبد الجبار والصفي الهندي والمرداوي، وقال عنه إن هذا القول قوي جدا، يفيده في العرف، العرف هو الذي يبين وهو قرينة هل هذا تكرار أو مرة واحدة. والذي يظهر والله أعلم القول الأول، وهو قول جمهور، إلا إذا دلت القرينة على المرة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أو جاءت قرينة من العرف أو من غيره تصرفه عن التكرار إلى المرة. طيب، من المسائل حفظكم الله، الحين قلنا التكرار، لكن هل يقتضي المواظبة والدوام أو الانقطاع أحياناً؟ أيضا خلاف بين الأصوليين وأهل اللغة، والمواظبة والدوام أخص من التكرار، يواظب الإنسان مثلا لكنه لا يلزم أن يفهم منه التكرار، كان يفعل وكنا نفعل. وأما الدوام فهو الذي لا يتخلله ترك البتة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من فوائد هذا الحديث أخيرا استحباب التغليس في صلاة الفجر، جواز حضور النساء للمسجد، طبعا إذا قلنا ذلك معناه مقيد بالضوابط الشرعية، عظم أهمية صلاة الفجر، إذا كان النساء يحضرن صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حق الرجال آكد. نعم، حرص الصحابيات على التستر
في الدليل متلفعات بمروطهن، يعني محتشمات محتجبات، فكيف بخروجها إلى السوق؟ أولى بالتستر والاحتشام والحياء والعفاف. الدين الإسلامي دين الحشمة والحياء وحفظ المرأة وحفظ حقوق المرأة وكرامتها، وإبعادها عن أن تمتهن أو أن تتعرض للفتن، فينظر إليها البر والفاجر والمسلم والكافر. فما من دين أكرم المرأة كدين الإسلام، والناس في هذا في التطبيق وسط بين الغالي فيه والجاف عنه. أحد إذا قلت المرأة قال أكرمك الله، ولا لها نفقة ولا لها يعني ولا لها ميراث ولا لها حقوق، أي نظرة سيئة إلى هذه المرأة التي كرمها الله. وآخرون والعياذ بالله ركبوا مراكب الانهزام والتغريب وزجوا بالمرأة إلى ما لا يليق بها، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافع. فتعمل المرأة تخدم دينها وطنها مجتمعها في حدود ما يعني تسمح به كرامتها الشرعية. ولهذا التمكين الشرعي للمرأة هو عين ما جاءت به الشريعة. عينه ولا علمه ولا حقه؟ عينه وعلمه وحقه. والخطأ خطأ الناس أو بعضهم في التطبيق. ما حكم صلاة المرأة في ثوب واحد؟ تقول عائشة كان النساء يأتين متلفعات بمروطهن، يعني ما كان فيه إلا ثوب واحد ولا لا؟ ثوب يستر المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها. هذا هو دليل على الجواز. لكن كلما زادت المرأة في الاحتياط، لبست مثلا غطاء للرأس وعباءتها على رأسها، ولبست أيضا ثوب تحتشم به، كان ذلك هو الأفضل. واضح؟ هذا جملة من القواعد والمسائل الفقهية والأصولية والفوائد في هذا الحديث. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة الحديد وبالحديث الثاني في كتاب المواقيت. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.